حملة نظافة وتزيين وغرس وتبليط الحي المحمدي. هذا المشروع قامت به الجمعية لتزيين مدينة أزرو وإعطائها واحد الصورة جميلة مغايرة على الصورة اللي كانت عليها، ونتمنوا بأن جميع الأحياء تأخذ هذه المبادرة ديالنا وتطبقها في الأحياء ديالها. وكنتمنوا بأنه الحي ساهم والمساهمة الحي وهو بالحفاظ على هذا الفن التشكيلي اللي داروا لنا مع الورود هذه، الحمد لله، لأنه بادرة حسنة، وكنتمنوا تمشي على الحي وعلى المدينة كاملة، لأنه إذا مشت بهذه الطريقة حتى الأطفال ديالنا غادي يتعودوا على هذه المساهمات وعلى هذا النظام وعلى هذا الفن هذا اللي احنا محتاجين له. محتاجين الصباح تخرج تلقى الحي ديالك بواحد الشكل، وتلقى حتى التربية ديال الأطفال غتربى بهذه الطريقة هذه. فرحانين بهاد المناسبة اللي خلنا هاد الجمعية أننا نقوم بهاد العمليات ومنها نتعلموا ومنها نقوم بمجموعة من الحملات. منظر زوين إن شاء الله، اللي هو عطى واحد نكهة للزنقة، عطى واحد الجمالية، بدل الزنقة كلها وفرح الجيران وفرح الناس كاملين. وكنطلبوا من المسؤولين يعاونوا هاد الجمعيات ويسموا بهم على هذا الشيء اللي داروا، هذا الغرس اللي جابوا، وكنحيوهم تحيه نضاليه لجميع الشباب اللي مساهمين في هذا، بنات واولاد. بصراحه بدل المنظر ديال هذا المكان هذا والعمليه ديال التشجير والنظافه، وكنتمنوا كاع الناس يديروا بحال هذا العمل هذا، شي حاجه زوينه اللي كتبدل من المنظر ديال والجماليه ديال المدينه ديالتنا. خدينا كنموذج هذا الشارع هذا، وخدينا نموذج شارع اخر. هذا كان نموذج على اساس تعميم الفكرة، تعميم على حي المحمدي اللي هو بوغيال. عمل كيدخل في إطار حفاظ البيئة، خصوصا أنهم قاموا بالعملية ديال جمع هذوك لي بنو الروايض وداروهم في الأزقة هذه. مع مسألة كتخدم البيئة بزاف، يعود ما تلاح وتخسر البيئة، فالعمل مزيان.